أهلا بكم مشاهدينا من جديد. مشاهدينا طبعا جائزة الملك خالد الخيرية هو حدث سنوي ننتظره في 30 من ديسمبر، لذلك أقيم يوم أمس مؤتمر صحفي وكان فيه إعلان أسماء الفائزين في هذه الجائزة خلال دورتها الرابعة والتي تقام لهذا العام بفروعها الثلاث. وأكيد طبعا كاميرا السيداتي كانت هناك والتفاصيل في تقرير التالي. في مؤتمر صحفي أقيم مساء يوم أمس أعلن أمير منطقة عسير ورئيس هيئة جائزة الملك خالد الأمير فيصل بن خالد أسماء الفائزين بجائزة الملك خالد لهذا العام في فروعها الرئيسية كشركاء التنمية والتميز للمنظمات الغير ربحية والتنافسية المسؤولة، كما يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله حفل مؤسسة الملك خالد الخيرية في دورتها هذا العام. ساهمت جائزة الملك خالد التي تمنح سنويا لتكريم ودعم الأفراد والمنظمات والمنشآت بشكل إيجابي في مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية في المجتمع السعودي، كما أنها ساهمت لإيجاد بيئة تنافسية محفزة للعطاء. إذا مشاهدينا للمزيد من التفاصيل أرحب في ضيفي في الاستوديو الأستاذ رياض بن محمد العبد الكريم أمين عام جائزة الملك خالد الخيرية. مساء الخير أستاذ رياض، أهلا بك. مساء الخير أخت رنيم، أحييك وأحيي مشاهدي روتانا خليجية. أهلا فيك معنا، وبداية خلينا نتعرف كيف كانت الأجواء، أجواء المؤتمر الصحفي وإعلان أسماء الفائزين بالجائزة. دائما والله الحمد متميزة، كما أشرت في التقرير بالأمس القريب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير رئيس هيئة الجائزة أعلن أسماء الفائزين بجائزة الملك خالد لهذا العام. ونحن إن شاء الله توقون إلى الحفل الذي سوف يرعاه خادم الحرمين الشريفين إن شاء الله كما أشرت في 30 ديسمبر في 8 ربيع الأول بإذن الله لتتويج هؤلاء الفائزين وبحضور وتشريف سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد. نعم طبعا منتظر هذا الحدث. وإذا تكلمنا أكثر عن الجائزة، طبعا معروف أنكم توزعوا هذه الجوائز بناء على إنجازات أو حلول أوجدها الفائزين لمشاكل سواء كانت اجتماعية اقتصادية أو غيرها. نتعرف على الأكثر على الفائزين بهذه الجوائز وكانت عن أي مشاريع أو إنجازات بالضبط. بكل سرور، خليني أعطيك فكرة وأعطي الأخوة المشاهدين أيضا فكرة. جائزة الملك خالد تعمل وفق منظومة ثلاثية. هذه المنظومة تشمل الأفراد وتشمل الجمعيات الخيرية ويندرج تحت الجمعيات الخيرية المؤسسات الخيرية العاملة في المملكة العربية السعودية وكذلك لجان التنمية وتشمل القطاع الخاص. وفق هذه المنظومة الثلاثية نسعى نحن في مؤسسة الملك خالد وفي جائزة الملك خالد إلى الارتقاء بالفكر والفكر الاستراتيجي وتحفيز المواطنين والمقيمين والجمعيات الخيرية إلى الأخذ بكل برامج التي تجعل إن شاء الله من عطائهم ومن ما يقدمونه داخل هذا الوطن المعطاء يعني ويحقق التنمية المستدامة المنشودة. فهذه المنظومة الثلاثية من خلال الأفراد، هناك فرع لجائزة الملك خالد يعنى بشركاء التنمية، وأطلقنا كلمة شركاء التنمية لأننا نعتبر أن كل مواطن وكل مقيم يسهم من خلال مبادرة اجتماعية كانت أو اقتصادية صحيح. في حلول، ساهمت هذه المبادرة في إيجاد حلول لمشاكل داخل المجتمع، لمبادرة يعني حقيقة جميلة تعنى بخدمة الوطن، له الحق أن يتقدم لهذه الجائزة ويرشح نفسه أو من يرشحه لهذه الجائزة كذلك. وهذه هي فرع جائزة الملك خالد شركاء التنمية. والجميل في هذه الجائزة طبعا نحن أخذنا بكل سبل، خليني أقول لك، التقنية، الترشيح عن طريق الإيميل والاستمارات تعب عن طريق الإيميل، وأيضا المبادرة تكتب عن طريق الإيميل وتردنا إلى هذه المؤسسة ومن خلال لجنة التحكيم والتقييم وصولا إلى أفضل ثلاث مبادرات على مستوى الوطن. نعم. والجميل فيها أنه هذه الثلاثة مبادرات نخضعها لتصويت المجتمع. المجتمع بشكل عام، المجتمع فقط لجنة التقييم. لما تنتهي لجنة التقييم وترشح
ثلاث مبادرات. الثلاث مبادرات نعتبرها كلها فائزة، وكل إنسان حقيقة بادر في مبادرة كانت في هدفها خدمة المجتمع، في إيجاد حلول جميلة لاجتماعية كانت أو اقتصادية، نعتبره شريك في التنمية، ونعتبر المجتمع بوجه عام شركاء في التنمية من خلال التصويت، مشاركتهم في التصويت لتحديد أفضل مبادرة في وجهة نظرهم كان لها أثر إيجابي في خدمة المجتمع. إيش كان إذا تذكر أفضل مبادرة يعني؟ إيه كيف أذكرها كلها؟ تفضل. وكان في سؤالي أيضا، كان في صعوبة في اختيار مثلا أفضل يعني الفائز في المرتبة الأولى؟ كان في صعوبة بالنسبة للجنة الحكم في اختيار الفائز الأفضل؟ هناك معايير كما تعلمين، كل جائزة لها معايير، وهناك معايير يستند عليها لجنة التحكيم والتقييم وصولا إلى أفضل ثلاثة مبادرات. وخلال عملية التحكيم والتقييم يتم في المراحل الأخيرة الالتقاء بأفضل، خليني أقول لك، تقريبا 10 مبادرات تقدمت إلى الجائزة، ويعملون معهم لقاءات مع كل صاحب مبادرة، ويستمعون له عن قرب، ما هو هدفك، ماذا تتطلع من هذه المبادرة، وإذا فزت بجائزة الملك خالد ماذا تريد أن تصنع، وصولا إلى أفضل 3 مبادرات. بعد ترشيح أفضل 3 مبادرات نفتح المجال للتصويت لمدة 4 أيام، نطالب المجتمع بالتصويت على أفضل مبادرة من هذه الثلاث، والثاني والثالث. أفضل تصويت يأخذ يعني أو أكثر صوت يأخذ هذا يعتبر الفائز الأول. نعم، والفائز الثاني والثالث. الفائز الأول إذا كانت مبادرة إيه كيف؟ مبادرة أحضان. مبادرة أحضان تبنتها مجموعة تطوعية جميلة المبادرة حقيقة، هدفها تعويض الطفل حضن والدته، وهذه المبادرة تقوم عليها دكتورة في جامعة الملك سعود الأخت سارة بنت عمر العبد الكريم، وترافقها زميلات لها بمبادرة تطوعية جميلة، يزورون دور الرعاية الاجتماعية والأيتام ويعوضون الطفل الصغير جميل حضن والدته التي فقدها بشكل نعم. أو بآخر. فهذه هي المبادرة الأولى. المبادرة الثانية مبادرة مركز إبداع المرأة السعودية، الأخت أيضا عائشة الشبيلي في منطقة جيزان، بادرت ب يعني أعمال يعني تفصيل ستاير، تنجيد للمفروشات بوجه عام، وتبنت وحدات إسكانية خاصة بمؤسسة الملك عبدالله لوالديه، وساهمت إسهام مباشر في خدمة المجتمع، وطوعت أيضا مجموعة في هذا العمل. أنا يعني عشان أعرف أقسم الوقت، باقي عندنا فرعين وأبي أتكلم عنهم عن وجهة، نأخذ الفائز بالمرتبة الأولى. عندنا الجائزة المنظمات الغير ربحية، أنتم مميزين بهذا الشيء وعندكم أهداف أبعد من أن يعني هذه المنظمات تطلع. المنظمات الغير ربحية نهدف إلى الارتقاء بالعمل المؤسسي حقيقة، وأردنا من خلال هذه الجائزة التي تكمل استراتيجيتنا في مؤسسة الملك خالد، أردنا من هذه الجائزة كما ذكرت لك أن نميز المؤسسات والمنظمات الغير ربحية، الجمعيات الخيرية ولجان التنمية والمؤسسات الخيرية فيما يتعلق بالعمل الإداري المتميز. نعم. كل عمل إداري متميز يستحق منا الإشادة ويستحق منا هذه الجائزة. الفائز الأول في هذه الجائزة جمعية النهضة النسائية بالرياض، الفائز الثاني جمعية الفيصلية النسوية بجدة، والفائز الثالث جمعية صوت أيضا بمنطقة الرياض. طيب، وبالنسبة للقطاع الخاص اللي هي التنافسية مسؤولية القطاع الخاص. مسؤولية القطاع الخاص، هذا فرع أردنا من خلال هذه الجائزة حث القطاع الخاص في تقديم ما يمكن تقديمه في برامج التنمية المستدامة للمجتمع، وكذلك في مسؤوليته الاجتماعية. القطاع الخاص كلنا يدرك، وكما أشار صاحب السمو الملك الأمير فيصل، أنه نتطلع إلى مسؤولية أكبر، إلى دور أكبر من القطاع الخاص. من خلال هذه الجائزة نميز أفضل 3 شركات كان لها إسهام مباشر خلال السنة الحالية في تقديم ما يمكن تقديمه وفقا لمعايير الجائزة فيما يتعلق بجائزة التنافسية المسؤولة. والفائزين؟ الفائزين شركة البتروكيميكالز الأول، شركة ناتبت، والفائز الثاني يونيليفر السعودية، شركة سعودية. صحيح. يونيليفر السعودية، والفائز الثالث البنك السعودي للاستثمار. جميل. طب وأيضا عندنا سؤال عن يعني أكيد أمس كان في حضور جيد جدا لأهمية الجائزة، لكن دور الإعلام بالنسبة لكم كشريك
هل فعلا هذا الدور فعل أكثر خلال السنوات الأخيرة برأيك؟ ما زلنا نتطلع، وأنا في الحقيقة أشكرك وأشكر قناة روتانا على تسليط مثل هذا الضوء، ونريد حقيقة من الإعلام أن يسلط الضوء على مثل هذه الجائزة. جائزتنا كما أشار سمو الأمير فيصل عالمية ولكن داخل الوطن، وأقولها عالمية ولكن داخل الوطن. نحن نريد خدمة الإنسان السعودي، ونريد تنمية المجتمع، وننشد حقيقة الإعلام أن يقف جنبا إلى جنب معنا في رسالتنا في دعم المواطن السعودي، وفي تحفيز المواطن السعودي للقيام بدوره تجاه الوطن والحس الذاتي، ننمي الحس الذاتي داخل الأفراد. كذلك نريد أن نرقى بالعمل المؤسسي في المؤسسات الخيرية والجمعيات الخيرية. بدون الإعلام لن نحقق ذلك، وبدون الإعلام لن نصل إلى مبتغانا وإلى ما نتطلع إليه. فالإعلام شريك استراتيجي معنا، نأمل أن يكون رسالة الجائزة ورسالة مؤسسة العمل، رسالة مؤسسة الملك خالد الخيرية، أوسع وأشمل بإذن تعالى. طبعا بالنسبة لنا هنا في روتانا أكيد البيت بيتكم، في حال وجود أي مبادرات أو أي طبعا أخبار جديدة نتشرف ونسعد طبعا سواء روتانا أو أي وسائل إعلام أخرى بمساعدتكم في إيصال هذه الرسالة. الأستاذ رياض بن محمد العبد الكريم أمين عام جائزة الملك خالد الخيرية، شكرا جزيلا لك، وبانتظار إن شاء الله 30 من ديسمبر إن شاء الله بكل متواجدين. شكرا لكم. شكرا. العفو. إذا مشاهدينا مستمرين في سيدتي، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة.